الدرس ديال الحساب المثلثي. حساب مثلثي هو حساب ديال الزوايا ديال المثلث في علاقتها بأضلاع المثلث أو بأطوال أضلاع المثلث. إذا حساب مثلثي ينطلق دائما من مثلث قائم الزاوية. إذا كان المثلث ليس بقائم الزاوية فلا يمكننا أن نطبق عليه خاصيات الحساب المثلثي. بالنسبة للمثلث قائم الزاوية، لدينا المثلث ABC. مثلث ABC هو مثلث قائم الزاوية في A. أول شيء كنقوم به هو تحديد الزاوية التي سنشتغل عليها. الزاوية اللي غنخدم بها هي الزاوية ألفا، هي الزاوية ألفا. دونك هذه الزاوية ألفا هي الزاوية CBA. CBA، إذن زاوية رمز لنا بواحد الرمز سميتو ألفا، تكتب على ألفا تكتب على هذا الشكل. إذن بالنسبة للمثلث القائم الزاوية فهو يتكون من أولا الوتر، هو اللي مرسوم باللون الأخضر. الوتر دائما تذكروا أنه هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، الضلع المقابل للزاوية القائمة. الوتر دائما هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. ثم عندنا بالنسبة للضلع المقابل للزاوية التي ندرس، الزاوية ألفا يسمى بالضلع المقابل هنا باللون الأزرق. أما الضلع المحادي للزاوية التي ندرسها، الزاوية ألفا، فيسمى بالضلع المحادي، هو ملاصق مع الزاوية أو يكون مع الوتر هذه الزاوية ألفا، يسمى بالضلع المحادي. إذا بعد التعرف على أسماء أضلاع المثلث، الآن نمشيو نشوفو كوسينوس وسينوس وطنجونت. كوسينوس هو يسمى بجيب، تمام، والسينيس هو الجيب، والطنجونت هو الضلع. إذن شنو هي العلاقة ما بين هذه الزاوية ألفا وأضلاع المثلث؟ دونك كاينة العلاقة الأولى نستعملها بكوس ألفا ونعرفها كما كالآتي. دونك في المقام تكون عندي الوتر والضلع المحادي في البسط. دونك هنا المحادي. إذن بالنسبة للسينيس ديال ألفا أو تمام الزاوية جيب الزاوية ألفا، هو دائما في المقام عندنا الوتر نفس الشيء، وفي البسط لدينا المقابل، هنا الضلع، أقصد الضلع المقابل، الضلع، هنا الضلع المقابل. إذا كوسينوس ألفا، هذا الشيء يجب أن تتذكروه جيدا. كوسينوس ألفا هو الضلع المحادي على الوتر، سينوس ألفا هو الضلع المقابل على الوتر، ثم طنجون ديال ألفا هو الضلع المقابل والمقابل على المحادي، الضلع المقابل على الضلع المحادي. إذا باش تعقلوا عليهم مزيان، حاولوا ما أمكن تعقلوا على أن بالنسبة للكوس والسينيس دائما الوتر كيكون في المقام، فقط عقلوا على ان كونسينوس كيكون عنده في البسط المحادي، الضلع المحادي، وفي السينيس كيكون عنده في البسط الضلع المقابل. بالنسبه للطنجونت هو المقابل على المحادي، وسنعرف كيف يمكن ان نتذكر الطنجونت ديال الفا من خلال علاقه نشوفها الان. اذا في حساب مثلثي هناك علاقات نستعملها من اجل تسهيل عمليه الحساب. اول علاقه لدينا هي طنجونت ديال الفا كتساوي سينيس الفا على كوسينيس ديال الزاويه الفا. اذا
كما قلت لكم سابقا ان بالنسبه لطنجره الفا ممكن اننا نعرفوه من خلال هذه العلاقه. الى نسيناها قلنا عندنا هنا واحد المثلث ABC، هنا كاين الوتر، هذا هو الضلع المحادي للزاوية الفا، وهذا الضلع المقابل. اذا قلنا ان الكوس الفا هو كيساوي الضلع المحادي على الوتر، وسينيس الفا هو الضلع المقابل على الوتر. اذا الضلع المحادي هنا هو AB على الضلع او الوتر هو BC، ثم الضلع المقابل في الحاله ديال السينيس هو AC والوتر هو BC. اذا لا بغينا نحسبوا طنجو ديال الفا انطلاقا من العلاقه ديال سينيس الفا على كوسينيس الفا، فقط كنقوموا بالتعويض. اذا طنجونت ديال الفا كتساوي سينيس الفا هي AB على AC، AB على BC مقسومه على كوس الفا هي AC على BC. دونك ملي كديروا القسمه هنا دونك كنضربوا في المقلوب، اذا هي مضروبه في BC على AC تساوي AB على AC. ما هي AB؟ AB هو الضلع المحادي و AC هو الضلع المقابل. اذا من هنا ممكن نستنتجو العلاقه اللي شفنا في الجزء الاول، دونك هو الضلع المحادي على الضلع المقابل. الان العلاقه الثانيه كاينه في الحساب بتصديق الحساب المثلثي هي سينيس اوس 2 ديال الزاويه الفا تساوي كوسينيس اوس 2 ديال الزاويه الفا زائد كوسينيس اوس 2 ديال الزاويه الفا تساوي 1. دونك هذه يجب ان حفظها، خصكم تحفظوها، علاقه مهمه لانها ستساعدنا في معرفه اذا كان احد اما سينيس او كوسينيس هو المجهول، وعندنا كوسينيس مثلا معطي نقدر نلقى سينيس. اذا كانت عندي كوسينيس مجهول وسينيس دوني معطيه، دونك نقدر نلقى الكوسينيس انطلاقا من هذه المتساويه. دونك هذه هي هذه نحولها هنا، دونك سينيس او كاري كتساوي 1 ناقص كوسينيس، دونك كوسينيس ردة الطرف الاخر كوسينيس اوس 2. كيكون عندي كوسينيس معلوم كنقوم بعمليه ديال التعويض، وكذلك بالنسبه كوسينيس الفا تساوي هي 1 ناقص سينيس اوس 2 الفا. اذا هاد العلاقات هي اللي ممكن ان نلقى بها احد المجاهيل، وممكن كذلك نحسب بها الزاويه الفا اذا طلب مني ان نحسب الزاويه الفا. دونك باش نزيدو نفهمو مزيان هادشي اللي شفناه لحد الان، نديرو امثله. ناخذ المثال رقم 1، عندنا فيه مثلث قائم الزاويه فئه، اذا هذا مثلث قائم الزاويه فئه. معطينا دونك مثلث ABC قائم الزاويه فئه، عطينا الزاويه C كتساوي 60 درجة، وعطينا الضلع BC يساوي جذر 5، وقالوا لنا أن الكوس ديال السين ديال هاد الزاوية السين يساوي 1/2. المطلوب منك أنك تحسب السي أ، خلينا نحسبو السي أ ثم AB، نحسبو السي أ ثم AB ثم AB. نبداو بالسي أ. دونك هنا كيفاش ممكن نحصلوا على سي ا؟ اذا بالنسبه للزاويه في الدرس شفنا هذه الزاويه هذه بي، وكان الضلع المقابل للزاويه هو اللي مقابل مع الزاويه هو هذا. الان واش الضلع المقابل للزاويه بي واش هو الضلع المقابل للزاويه سي؟ بطبيعه الحال لا. دونك اللي تبدلت الزاويه دونك كنقلب على الضلع المقابل ديالي فين غيولي. دونك هنا الضلع المقابل المقابل مع الزاويه ولا عندي هو AB داكوغ، والضلع المحادي لمحادي مع الزاويه هو AC.
داكوغ. اذا الداعي المحادي فين كنلقاوه؟ الا بغينا نلقاوه فين كنلقاوه؟ في كوسينيس ولا في سينيس ولا في طونجونت؟ كنلقاوه في كوسينيس، لان كوسينيس كتساوي الضلع المحادي على الضلع المقابل. كوسينيس تساوي الضلع المحادي على الضلع المقابل، يعني كوس ديال الزاويه 60 تساوي الضلع المقابل المحادي للزاويه 60 هو هذا محادي، نقولوها بالدارجه حداها ملاصق مع الزاويه. دونك هذا هو السي ولا السي ا اللي كنقلبوا عليه على الوتر، دائما الوتر قلنا كيكون في المقام بي سي. اذا بي سي كنضربوا هذه في كوسينيس، دونك مضروبه في كوس ديال 60 كتساوي سي ا. الان كنديروا التطبيق العددي، بي سي تساوي جذر 5 مضروبه في كوس ديال 60 هي 1 على 2، مضروبه في 1 على 2 تساوي سي ا. اذا سي ا تساوي جذر 5 على 2، جذر 5 على 2. دونك هذه هي النتيجه. دونك استعملنا الكونسينوس لان مطلوب مني سي ا، والسي ا هو الضلع المحادي. دونك العلاقه اللي عندي فيها الضلع المحادي هي الكونسينوس، دونك هادشي علاش استعملت الكونسينوس، وفي نفس الوقت الكونسينوس عندي في المعطيات. الان خلينا نبحثوا على الزاويه ا بي، كيفاش نلقاو الزاويه ا بي؟ دونك هنا الزاويه ا بي واش ممكن اني نلقاها؟ انطلاقا من العلاقات ديال العلاقات المثلثيه، ا بي بالنسبه للزاويه اللي معطيه لي سي هو الضلع المقابل. الضلع المقابل كنستعملو السينيس، الا استعملنا السينيس عطيني السينيس كتساوي ا بي على الوتر. دونك السينيس ما عنديش و ا بي حتى هي ما عنديش، دونك عندي جوج مجاهيل ما نقدرش نستعملها. كذلك بالنسبه للطونجونت هو الضلع المحادي ديال الفا على الضلع المقابل. دونك الضلع المقابل ا بي ما عنديش، والطونجونت ديال الفا حتى هي ما عنديش، وبالتالي ما نقدرش نستعمل العلاقتان اللي بقات. اذا شنو ممكن ندير هنا؟ طبيعه الحال راه ماشي قرينا الحساب مثلثي صافي نساو الدروس الاخرى، كاين شي حاجه سميتها اللي كنبغيو نحسبوا الاطوال. خلينا نفكر حتى في مبرهنات فيثاغورس، داكوغ؟ خلينا نفكر في مبرهنات فيثاغورس باش نقدر نخرج هادشي. دونك هنا في النتيجه خرجتنا ا سي كتساوي جذر 5 على 2. دونك عندنا المثلث ا بي سي قائم الزاويه في ا، وحسب مبرهنات فيثاغورس المباشره فان، اش كتقول مبرهنات بطريقه مباشره؟ كتقول ان الوتر اس 2 كيساوي مجموع الضلعين مربعي الضلعين متبقيين، يعني الوتر هو بي سي اس 2، بي سي اس 2 كتساوي ا سي، ا سي اس 2 كذلك بلس الضلع الثاني اللي هو ا بي اس 2. اللي مطلوب مني انا هو انني نلقى ا بي. اذا ا بي اس 2 تساوي بي سي اس 2 ناقص ا سي اس 2، داكوغ؟ كتساوي بي سي اس 2 ناقص ا سي اس 2. اذا ا بي الا بغينا نحيدو له المربع كنديرو له الجذر، الا درنا الجذر لهاد الطرف من المتساويه غنديرو الجذر كذلك في الطرف الاخر، هي بي اس 2 ناقص ا سي اس 2. اذا ا بي تساوي بي سي اس 2 ناقص ا سي اس 2 جذر مربع ديالهم. دونك لقينا ا بي باعتبار ان بي سي عندي في المعطيات، بي سي تساوي جذر 5، وكذلك لدي ا سي لقيناها من حسبناها دونك هي جذر 5 على 2. كنقوم بعمليات التعويض والحساب
وفقط. دونك نخليكم انتم تحسبوها، تكملوا الحساب راسكم.